السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع. في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد. معانا النهاردة فكرة وراها حاجة كبيرة جدا، يمكن استضافته قبل كده في قنوات تانية، ومصر ومؤمن بالفكرة بتاعته، أستاذ كريم عبد السميع صاحب فكرة القطاع الرابع للأعمال. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كريم. أهلا بك يا عمر. في البداية كده عايزين طبعا نعرف السادة المشاهدين القطاع الرابع للأعمال يعني ايه؟ القطاع الرابع للأعمال هو ما هو إلا شوية أفكار بسيطة متجمعة مع بعض تهدف لتوفير أكتر من 100 فرصة عمل داخل كل شارع، والعاملين بالقطاع ده أو بالوظائف دي هم من داخل الشارع إن أمكن، عشان أقدر أخلي المرتب يتحول من إجمالي دخل إلى صافي دخل، لأن العامل هنا مش هيصرف مصاريف مواصلات أو أكل ولا شرب لأنه شغال في شارعه وبياخد البريك بتاعه وبيطلع بيتهم ياكل. فأنا هقدر أحول إجمالي الدخل ده، المرتب اللي قبل كده قلت لي عليه إنه مفيش حد هياخد الرقم ده، هو مش إجمالي مرتب، هو هيخش صافي ليه لأنه هو مش بيصرف منه أي حاجة. طيب واحدة واحدة، تمام، احنا بنتكلم ان احنا من داخل كل شارع هنقدر نوفر 100 فرصة عمل. تمام، وهنحل شوية مشاكل ونشيل همنا هم الشعب عن الحكومة شوية، يعني نخلي الشعب والناس تعتمد على نفسها ما تعتمدش على الحكومة. يعني هنساعد في حل مشكلات زي النظافة، زي التعليم، زي الأمن، زي المواصلات، حاجات كتيرة جدا احنا كشعب او كمناطق شعبية بنواجهها. طب لو هنقول مشكلة القمامة مشكلة القمامة هنعالجها ازاي؟ هنعالجها ازاي؟ بفكرة حضرتك طبعا. هنعالجها القمامة مدمجة في أول فكرة مع الأمن وتوفير فرد أمن على في كل شارع. هي الفكرة بمنتهى البساطة إن أنا بوظف، أنا طب عندي معلش يا كريم، هي الفكرة ينفع تتطبق في أي مكان أي ولا مكان؟ في المدينة بس؟ لا، متهيألي أي مكان طالما العقل، يعني سواء قرية سواء نجع سواء طالما مدينة. العقل مرن، في عقول مرنة، هتقدر تطبق وتشكل الفكرة دي في أي مكان، حتى في الدول المتقدمة اللي هي بتقدم الخدمات دي، لأن مش أنا لوحدي اللي على وجه الكرة الأرضية اللي فكرت في القطاع الرابع وحاجة اسمها الربح المجتمعي أو الاجتماعي. إن أنا مش بحقق من وراك ربح مادي، لا، أنا بحقق ربح اجتماعي أو ما يسمى بالتنمية المستدامة، إن أنا بنمي المجتمع وبستثمر في البشر. خلينا ناخد الأفكار كده هوت طيب واحدة قبل واحدة. بس ما ندخل في الافكار، طبعا هو في رقم تواصل خاص بالبرنامج ده اللي بتقدروا ان انتوا تبعتوا لنا عليه الافكار، بحيث ان احنا فكره زي فكره كريم دي نقدر ان احنا نعرضها وان شاء الله تنال اعجابكم. يعني ان شاء الله اتفضل كده. خلينا نبدأ الأول نشوف الشارع اللي احنا هنشتغل عليه. أنا هقدم فرضيات أرقام متوسطات، هفترض إن أنا شارعي مكون من 50 عمارة، كل عمارة فيها 10 شقق، متوسط عدد أفراد الأسرة هم 5، يعني احنا عندنا في الشارع 2500 مواطن. أنا هقدم خدمات. القطاع الرابع ده مبدئيا هيبقى خدمي مش سلع استهلاكية وحاجات زي احنا كده. عايزين نوضح بس للسادة المشاهدين، القطاع الرابع ده يعني تسمى قطاع رابع لان قبل منه في قطاع عام، قطاع حكومي، حكومي قطاع خاص، خاص، ده فهو القطاع الرابع. الرابع هو اللي بعديهم. بالنسبة لفكرة القمامة والأمن والكاميرات، احنا دلوقتي لو عيننا 14 شاب، احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عندنا 50 عمارة، كل عمارة 10 شقق، كل شقة مكونة من 5 أفراد. أب، هنفترض دي فرضيات، تمام، أب عائل للأسرة دي هو اللي بيصرف على الأسرة، زوجة ربة منزل، ابن خريج عاطل بطالة، في ولد بيدرس في مرحلة التعليم الأساسي، وطفل في حضانة. دي افتراضيات. دي افتراضيات كريم بيفترضها عشان بس ايه، نبني عليها الفكرة، يعني نحاول نوصل لأبسط العقول ونفهمهم. بمنتهى البساطة أنا هقدم خدمات لكل الناس دي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الفكرة الأولى. أنا هوظف 14 شاب. مهمة الشباب دي ايه؟ بمعدل شابين لـ7 عماير، ان هما كل يوم ينظفوا. هي الفكرة عبارة عن ان انا هشيل دور البواب. في الحلقة اللي فاتت قلت لي طب والبواب هتعمل عليه، قلت لك ما كانش في وقت، وهجاوبك ان شاء الله معانا وقت طيب احنا النهاردة. نمشي واحدة واحدة كده، واحدة بس واحدة واحدة واحدة. البواب ده بيعمل ايه؟ رقم واحد بيمسح لك سلم العمارة وبيحرس لك عمارتك. لما انا عين شابين بمعدل لكل 7 عماير بمعدل عمارة واحدة في اليوم ينظفوها ويمسحوها تمام، وهما مسؤولين عن الـ7 عماير دول دول من الشارع نفسه. جوه الشارع، من شباب الشارع،
برضو فكرة القطاع الرابع دي بتهدف إلى إن أنا أشغل ناس وأوفر وظائف لناس. يعني انت حضرتك بتقول ان هما اتنين هيقوموا بالدور اللي بيقوم بيه دور البواب، آه او بس ممكن يكون البواب وحد معاه تاني من ممكن ممكن تمام الدمج كده، ده موجود، ممكن ده أوبشن موجود عادي، بحيث برضو ان ما البواب ليه أقطعش دور ما رزق ينفعش حد. ان احنا نقفله. طبعا، وما فيش حد أنا هقطع رزقه إلا لما هوفر له البديل. دول هيبقى مسؤوليتهم ايه في العمارة الاتنين؟ اللي بيعملوا البواب، وأزيد شوية إن هو ينظف العمارة مرة أسبوعيا، ثانيا بالاتفاق مع الحي. احنا عندنا دلوقتي مشكلة نظافة، انا وانت بندفع على ايصال الكهرباء رسوم نظافة، لكن ما بنشوفش عامل النظافة ده خالص، مما يسبب ايه؟ لوجود اكوام من المخلفات والقمامة على اول كل شارع في اي منطقة شعبية. طب انا ازاي انا هحلها كمواطنين عاديين من غير ما احتاج للحكومة، من غير ما يعني بمنتهى البساطة، الشباب دولت هيتفقوا مع عربيات الحي بتعدي في ميعاد معين في كل منطقة في كل شارع بميعاد معين، بالاتفاق هم بيلموا القمامة والمخلفات بتاعت الشقق ال7 عماير اللي هم مسؤولين عنها اللي هي وظيفتهم. طيب انا كده هتوه منك معلش، براحتك معاك. احنا كده دلوقتي الشارع بنتكلم عن 7 عمارات، 50 عمارة احنا هنعمل نموذج نموذج 7 عمارات، الـ7 عمارات دول كل عمارة مسؤول في عنهم اتنين، شابين. في اتنين دول مسؤولين، تمام، ودور البواب ودور تاني برضو خاص بالنظافة. جميل. حضرتك بتقول ان هم طبعا بالاتفاق مع العربيات بتاعت الحي اللي هي طبعا اللي هي بتلم القمامة تمام كده، حضرتك بتقول ان هم ممكن هيقوموا بلم الشنط بتاعت القمامة ميعاد ديت محدد. ميعاد محدد، تمام، وهم هيودوها للعربيات الحي. لعربيات الحي عن طريق اصبح ان احنا تعاقد مش مع هنشوف المنظر لا اللي لا احنا بنشوفه خلاص في الشوارع. انتهى، تروسيكل هتتعاقد معاه، او لو امكانياتك ضعيفه في الشارع عربيه كارو وفي ميعاد محدد، مثلا عربيات الحي بتيجي الساعه 12، يبقى انت تبدا لم من الساعه، هم 7 عماير يعني ساعه متهيألي كفايه، تمام، توصل تحط في العربيه مش ترمي في الشارع. المفروض يعني ان انا هوضح لكل ساكن يا جماعه احنا هنلم القمامه في الوقت المحدد ده. تمام، تمام فده بيبقى بالاتفاق تمام مع ان هو بيمسح العماره مره في الاسبوع. طيب البواب بيحرس العماره ازاي انا؟ خلي بالك احنا لو حطينا متوسط 2000 جنيه مرتب للشباب دول، هتلاقي ان كل عماره او كل شقه بتدفع ما لا يزيد عن 100 جنيه، اكيد حتى في المناطق الشعبيه ان اجره البواب بتبقى اكتر من كده. وبرضو انت قلت لي يعني ازاي انت في الظروف الحاليه هتكلفني زياده واشتراكات زياده؟ طب ما انا قلت لك برضو بص للي انا هوفره لك، انا هوفر لك اجره البواب، هو بيحرس لك شارع. طب انا هعمل ايه لو احنا خدنا من كل شقه 100 جنيه؟ هتلم كام؟ 50,000 جنيه. لو اديت لل 14 شاب دول 2000، يبقى انت صرفت 28,000 جنيه. هنجيب 6 شباب، نوقف 3 شفتات 8 ساعات، امن على اول الشارع من هنا وامن على اول الشارع من هنا، هيكلفوني 12,000 جنيه برضو، 2000 جنيه مرتب. طيب هيتفضل لي ربح تقريبا 10,000 جنيه. كل شهر هبتدي اركب كاميرات، اول شهر مثلا هركب كاميرات ب 10,000، ثاني شهر هركب كاميرات ب 10,000، لحد ما الشارع كله يبقى مليان كاميرات واكتفاء ذاتي، وهجيب لحارس الامن ده مجرد جهاز كمبيوتر يراقب عليه وهو قاعد على مكتبه. طيب نوضح برضو من اول وجديد معاك. معلش عشان بس ايه يبقوا معانا المواطنين معاك. واحده واحده. تمام، يبقى احنا كده بعد ما جبنا الشابين في كل عماره واتفقنا ان احنا خلاص موضوع القمامه دي هنلمها في وقت معين بالاتفاق طبعا مع الحي، يبقى احنا بنوفر مع الحي وهو بيوفر لنا العربيات تمام في وقت محدد، يبقى احنا مش هنشوف منظر القمامه اللي احنا انتهى. بنشوفها. بعد كده حضرتك بتتكلم عن دور بقى امن. امن، ما هو البواب بيحرس لك عمارتك، طب انت مين اللي هيحرس لك عمارتك؟ تمام، انت بتتكلم على كام شاب في كل شارع؟ ستة، ثلاثة ستة، يعني ممكن 3 في الأول من من الشارع الشارع ده وثلاثة من الشارع وثلاثة ده، من الشارع من الناحية التانية. والكاميرات عشان حضرتك تبقى قاعد في شغلك تقدر تفتح الابليكيشن اللي تحت عمارتك تشوف شارعك فيه ايه. ضيف على كده توصيل الكاميرات دي بمديريات الامن واقسام الشرطه، يبقى ضابط المباحث قاعد في يبقى احنا مكتبه بنتكلم ان احنا ممكن نقضي على الجريمة لحد ما كبير الكمال لله وحده، لكن انت مش هتقدر تعمل حاجه 100%. بس هساعد بالمنظور اللي حضرتك بتقول يعني عليه. يا عمر بمنتهى البساطه، هنصحى الصبح هنلاقي نفسنا في دبي، ما هم في دبي كده، في الامارات كده، وبلاد المتقدمه كده. انا شاب حلمت ان بلدي تبقى هي رقم واحد في كل المجالات في اي حاجه، وعقلي ربنا رزقني بافكار امانه عليا، لان الوظايف دي انا عندي حاجه اسمها نقطه الصفر، ان انا اوفر للناس اللي هي الحكومات على مستوى العالم، ما بتكلمش على حكومه معينه، مش قادره توصل لهم، زي معاق مش لاقي شغل، امي، واحده ست مثلا ارمله او مطلقه مش متعلمه، مش صاحبه مهاره، مش قادره تجيب رزقها، فعشان ما تمدش ايديها ولا تعمل حاجه غلط نوفر لها وظيفه محترمه تسترها، مش شرط ان هي يعني تخليها مليونيره، بس هي تقدم لها
حاجه تسترها، 2000 جنيه يستروها. انت بتتكلم عن كل العمال من داخل الشارع، في حاجات يعني معنى كلام بقى مش هي ما فيش مواصلات، مش هيبقى فيه. ما هو انا برضه وفرت له اصول الفكره ان انا احول المرتب ده لصافي دخل، ان انا مش هكلفك كموظف اي حاجه. هو ممكن مش في كل شارع هتلاقي دكتور او هتلاقي مدرس، لكن اكيد في الحي هتلاقي مدرسين ودكاتره، ده شيء مؤكد. وهنا انا بوجه نداء للحكومه. طب ثواني، ايه موضوع الدكتور؟ ما هي الفكره هي مجموعه افكار سهله وبسيطه. انا دلوقتي طب خلصنا احنا كده اتكلمنا عن موضوع اللي هو طبعا حارس العماره وهيكون معاه حد من الامن، اتكلمنا عن حد ثلاث من شباب من اول الشارع وثلاث شباب في اخر الشارع، والكاميرات، لان انت واتكلمنا عن موضوع الكاميرات. تمام، انت حضرتك بقى دلوقتي بتتكلم عن مدرس احنا ودكتور. وفرنا كم فرصه عمل؟ 20 فرصه عمل، 6 و14. كل الفرص العمل دي، اولا عامل النظافه، جهاز التعبئه والاحصاء قال ان في مصر 10 مليون امي، عامل النظافه ممكن يبقى امي، تمام، وفرت له وظيفه. عامل الامن على ما اظن ان هو ما ينفعش يبقى امي، ولازم يكون بني ادم صحيح عشان يواجه اي حاجه غلط بتحصل. واتمنى ان يبقى في دعم من الحكومه للناس دي وتدريب للناس دي. تاني فكره هي كانت فكره عباره عن حضانه. افكار القطاع الرابع هي افكار خدميه موجوده اصلا، لكن طريقه تقديمها هي اللي مختلفه شويه. حضانه، لو انت برضو خدت اشتراك من الشقه، انا الارقام اللي حضانه بقولها ده يعني جزء خاص بالتعليم بقى، جزء ابتدينا بقى في التعليم. الرقم اللي انا بقوله اذا بقول 100 او 200 او 50 هو مش يعني حضرتك بالنظام اللي حضرتك ماشيين عليه يبقى احنا كده قاضينا على مشكله النظافه ومشكله الامن. هنبدا بقى في موضوع التعليم كمان. وعايز برضو ايه اخلي الناس تاخد بالها، انا ما كلفتش الحكومه ربع جنيه. يعني انا بقى يعني في مشروعات بتتكلف مليارات عشان توفر مئات الالاف من الفرص، انما انا انت حضرتك وفرت في كل شارع 20,000 وظيفه. احنا قلنا على الفرضيه بتاعتي ان الشارع مكون من 2500 شخص، لو قسمت ال 100 مليون مصر على 2500 شخص هيديك عدد متوسط فرضي برضه 40,000 شارع. لو كل شارع انا وفرت فيه ال 20 وظيفه في 40,000، شوف حضرتك بتتكلم في كام الف وظيفه من غير تكلفه فرصه بديله صفر. في حاجه اسمها تكلفه الفرصه البديله، انا ما فيش تكلفه فرصه بديله احسن من دي. انا ما كلفتش حد حاجه. الشعب اعتمد على نفسه، دفع لنفسه، دورة راس المال جوه الشارع بتدور جوه الشارع، اللي بيشتغل من الشارع وبيشتغل جوه الشارع. نخش بقى على موضوع الحضانة او بداية خطوة للتعليم. اقل حضانة في اقل منطقة شعبية مع من 300 ل 400 جنيه. خلينا نتكلم في ام 100 وام 200 مثلا. يعني انا مثلا لو هاخد مثلا 100 جنيه برضه هلم نفس ال 50,000 جنيه، هأجر 10 شقق في الشقة في منطقة شعبية ممكن ب 500 جنيه تجيب شقة. في منطقة شعبية يعني 10 شقق، تعال نقسم. احنا افترضنا ان في 500 طفل، فاكر لما قسمنا الأسرة أب عائل وأم ربة منزل وشاب معاطل وشاب في مرحلة التعليم الأساسي وطفل محتاج حضانة. تعال نشتغل على ال 500 دول نوزعهم على ال 10 شقق، يبقى كل شقة فيها ايه 50 طفل، يعني احنا عندنا 10 حضانات. مش كل شقة 10 حضانات، كل شقة فيها 50 طفل. تمام. حضرتك هتوفر مثلا، الارقام برضو اللي بقولها دي مش ثابته لان ممكن يبقى شارع فيه اكبر اكتر وفي شارع فيه اقل من عدد السكان دول. هوفر عدد مثلا 10 دادات، في كل شقه في داده، هنفترض ان في 5 رضع مثلا. هل الداده دي شرط ان هي تكون بتعرف تقرا وتكتب او صاحبه مهاره؟ مش شرط. يبقى انا وفرت لارمله او مطلقه ظروفها صعبه 10 وظائف في كل شارع، اضربهم في 40,000 شارع، انت بتتكلم 400,000 فرصه عمل. الحضانه دي، الحضانه الدور دي الدور بقى اللي هيقوم بيها محتاج مثلا ايه؟ شاب خريج يدرس عربي، منوته خريجه اداب انجليزي تدرس انجليزي للاطفال، في لو خريجه فرنساوي اذا توفر حساب، مش محتاج ان انت تجيب مدرس اول عشان يدي للاطفال دي. هنفترض ان في مدرسين اثنين او ثلاثه لكل حضانه من العشره، يبقى انت حضرتك بتتكلم ان بيبقى في تدريب للناس اللي هي هتشتغل في الحضانه. يا ريت الحكومه تساعدنا وتدرب الشباب دي. يعني هنفترض ان في 20 وظيفه ل 20 شيخ يحفظ قران مثلا في الحضانه. هنفترض ان احنا وفرنا 20 وظيفه فوق ال 10 وظائف بتوع الداده في الحضانه. لشباب خريجين مش لاقيين شغل، بدل ما مهندس يروح يشتغل شغلانه مثلا غير لائقه بيه او دكتور على بال ما يلاقي شغل، لا انزل اخدم شارعك. الطفل اللي انت هتخدمه في الحضانه ده هو ممكن يبقى اخوك او ابن عمك او جارك بمنتهى الشياكه في الشارع بمرتب محترم، صافي دخل، هتاخد ال 2000 جنيه مثلا وخلاص. وظفت 20 وظيفه و10 دادات يعني 30.
لو هندي لكل واحد فيهم 2000 جنيه، يعني احنا محتاجين 60,000 جنيه. فممكن تعلي الفيزيتا يعني الاشتراك ده على حسب بقى، يعني مش كريم كريم مش كلام القرآن هنمشي هو عليه، على حسب المنطقة على حسب نفسها. المنطقة ومستواها. أكيد لو مستوى المنطقة عالي هيبقى الحضانة عالية، لكن مش هتلاقي بعد كده حضانات ب 2000 3 في الشهر، الكلام ده مش هيبقى موجود. حضانة ايه اللي هتقدمه بقى؟ أحسن مستوى، هل حضرتك أستاذ عمر دلوقتي هتعين حد في الحضانة دي ممكن يأذي ابنك أو ما يوفرلوش الخدمة 100% وأحسن مستوى خدمة؟ لا طبعا. تمام، في اتحاد ملاك للشارع هم دول اللي بيوظفوا الناس. وليا وجهة نظر ان اول فكره على الاقل اللي هي النظافه والحراسات تبقى اجباري على صاحب العقار، كده زي ما ايه حوار التصالح يبقى اجباري على صاحب العقار. ليه؟ لان اولا الخدمات اللي انا هقدمها في الشارع دي اذا كان خدمات حضانه وفي مركز تعليمي وفي مواصلات وفي امن وفي حراسات هتعلي من قيمه ايجارك واستثمارك العقاري في الشارع لو انت مالك شارع، صح؟ بدل ما مثلا بتاجر الشقه ب 500 جنيه لا هتاجرها ب 600 700 جنيه. فانا على هذا الاساس هطلب منك ان انت تشترك ليك ولكل عمارتك اجباري عليك انت، غير ان انت في مجلس اداره الشارع، فلو عندك اسره او بيت شقه مش بتدفع الاشتراك فانت مسؤول ان انت توفر لها وظيفه جوه الشارع، لان انت في مجلس اداره الشارع، فاهمني؟ في موقع مسؤوليه، ومفروض ان انت تكون قد المسؤوليه دي وتوفر للوظيفه دي، وانت غصب عنك هتوفرها لان انت ما انتش عايز تدفع له الاشتراك اصلا. فهمت ازاي؟ تمام. لكن انا هجبرك ليه؟ لان انا وفرت لك خدمات انت ما كنتش، زي كومباوند كده، الخدمات دي بتاعت القطاع الرابع هتلاقيها كومباوند. خلينا نكمل فكره الحضانه. تالت فكره هي برضو ايه، الحضانه دي بتقفل الساعه 5 مثلا. طيب هو الحضانات في العادي بتتقلب ايه بعد الـ بعد الـ الحضانه؟ بتتقلب سنتر تعليمي. سنتر تعليمي، الدوله دلوقتي بتواجه السنتر التعليمي ومشاكل السنتر التعليمي. انا ساكن في الموريتانيه، عندنا مدرسه مستثمر واخد دورين في برج وعاملهم مدرسه، وفي ناس بتتخرج ثانوي عام من المدرسه دي ومعتمده من وزاره التربيه والتعليم، والمدرسين اللي فيها من وزاره التربيه والتعليم. طب ليه انا ما اعتمدش الفكره دي ويبقى فكري مرن شويه واخلي في كل شارع سنتر تعليمي لخدمه ال 500، مش قلنا في واحد 500 واحد في الشارع في التعليم الاساسي، ما اخلي كل شارع فيه ال 10 شقق دول هم هوزع ال 500 دول برضو 50. انا عندي وجهه نظر ان الحضانه في الوقت الحالي في ظل ظروف فيروس كورونا دلوقتي الاطفال الصغيره دول صعب السيطره عليهم، فنركن الحضانه دلوقتي على جنب. يعني انا شايف ان دي في الوضع الحالي في اعتقاد الشخص المتواضع يعني، فالعشر شقق دول عندي موجودين فاضيين، هوزع عليهم ال 500 طالب اللي في مرحله التعليم الاساسي، هخليها شفتين 8 ساعات الصبح و 8 ساعات بالليل. يبقى كده كل حضانه او كل شقه او كل سنتر تعليمي هيبقى فيه 25 طالب، يعني لو الشقه فيها 4 اوض بالصاله يعني كده تقريبا متوسط عدد الطلاب في كل غرفه هم 7 8. يبقى انا حولت التعليم من مئات الطلبه في الفصل لسبعه ثمانيه بقى درس خصوصي فعلا. لو الحكومه فكرت بمرونه شويه ان هي تقف جنب الفكره دي وتعتمد هذه الفكره وترخص هذه السناتر اللي هي موجوده اصلا، وتخلي الفلوس والملايين اللي بتتكسب في الظل دي تطلع في النور، تروح بقى للمدرسين اللي بيشتكوا من قله المرتبات والكلام ده، وغير ان انا هوفر لك كمدرس ان انت هتشتغل في شارعك او في منطقتك في حي، لان انا برضو مش هلاقي في كل شارع مدرس، ممكن شوارع ما يبقاش فيها مدرس واحد. الدوله جهاز التعبئه والاحصاء بيقول ان في مليون. معنا اتصال بس يا استاذ كريم، معلش. الو، السلام عليكم استاذ محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ عمر؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. ازي ساعتك؟ الحمد لله بخير. اتفضل يا فندم، معاك. كنا عايزين نستاذن سعادتك ندعو بالرحمه لجميع اموات المسلمين، وخاصه الاستاذ العقيد عمرو عبد المنعم. العقيد عمرو عبد المنعم. تمام يا فندم، مع حضرتك يا فندم. استاذ محمد. ايوه يا فندم، معاك. مع حضرتك يا فندم. طبعا احنا هنا بنتوجه طبعا بالدعاء والرحمه طبعا للشهيد العقيد عمرو عبد المنعم. تمام يا فندم. هو استشهد امتى يا فندم؟ نعم. استشهد امتى يا فندم؟ ده الكلام ده الاسبوع اللي فات مع الجماعه بتوع السجن بتاع سرى. اه يا فندم، تمام يا فندم. احنا بندعو له طبعا يعني بالرحمه يا فندم. انا معرفتي بالراجل ده بسيطه جدا، لكن يعني عايز اقول لسعادتك من الناس اللي اثرت معايا جدا. تمام يا موتو موتو موتو، يمكن من الاشياء اللي زعلتنا جدا على الارهاب وعلى المشاكل اللي في بلدنا.
هو طبعا استشهد وهو بيأدي واجبه طبعا الوطني، طبعا واحنا طبعا بندعو ليه بالرحمة، ومع يا كل رب. حد طبعا ان هو بيشوف واجبه سواء في الجيش سواء في الشرطة. شكرا، شكرا تمام، جدا يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. تفضل يا عبد الله. شكرا استاذ كريم، معلش اتفضل. هنا السنتر التعليمي في بداية الفكرة، هل يعقل ان انت كرئيس مجلس اتحاد ملاك الشارع هتعين مدرس مش كويس قوي لابنك؟ لا يا ده انت فندم، هتعوز مدرس اول وهتجتهد فيه. يبقى هنا انا بطور، باخد خطوة لتطوير التعليم، احنا كده برضو بنعتمد على المدرس اللي هو موجود في المنطقة في الشارع عندي. وبنقي مدرس، واتمنى ان حد يساعدنا ويدرب ويطور من مهارات المدرسين، وما بعزل الشارع. يعني الدولة لما كان مثلا في مناطق بؤر لفيروس كورونا كانت بتعزل مثلا زي منطقة زي المعتمدية، والسياسة دي نجحت، ويا ريت الدول كلها تتبع هذه السياسة. يعني انت احنا لازم نشوف مين اللي نجح وهو اللي يسوق، هو اللي يقودنا، مش يعني فاهمني ازاي؟ حتى لو دولة نامية، دولة عالم ثالث، مش مشكلة، بس السياسة دي ناجحة. فهنا اللي انا خلاني انشط عشان خاطر الفكرة دي هو بس انا الظروف عايز اللي افهم احنا من حضرتك بس موضوع السنتر ده تاني يا فندم. معاك. السنتر انت كنت بتتكلم ان هو شيفتين، هنستغله كسنتر تعليم ولا قصدك ان هو ينضم للمدارس يا فندم؟ هي الفكرة في الأصل إن هي سنتر تعليمي، إن أنا أقضي على الدروس الخصوصية اللي في الضل وأخليها في النور، فعشان أخليها في النور لازم تبقى معتمدة من الحكومة، وعشان أخلي المدرس رقم واحد مدرس أول لازم برضو الحكومة تكون واقفة جنبي وتمرن المدرس ده وتأهله إن هو يكون مدرس أول. لكن من غير كده ما أنا برضو إمكانياتي ضعيفة. أنا ما بعتمدش على الحكومة، بحاول إن أنا أحل مشاكلي، لكن برضو الحكومة لو ادتني يد العون واعتمدتني، لا احنا يعني بقول لاي حد احنا هنوقف الزمن، احنا هنطلع للمستقبل واحنا في الحاضر بمنتهى البساطه. ده هتوفر تعليم حقيقي، مش هيبقى الشاب خريج جامعه وما بيعرفش يقرا ويكتب زي ما بنشوف، لا انت هتعلم الولد، لان انت مش هتقبل باقل من مستوى رقم واحد كرئيس اتحاد من هو. انت اللي بيدرس ده من الشارع او من الحي لاهل منطقته، وانت اللي مختاره، مش هتختار واحد على قد حاله، ده انت هتبعوز احسن حد وهتدور وهتجتهد وهتطور منه. طيب احنا بنتكلم برضو، يبقى احنا كده حلينا مشكلة القمامة، تمام، بنتكلم حلينا مشكلة الأمن، تمام، بنتكلم ان احنا حلينا مشكلة التعليم، صح كده؟ صح. وفي يعني جزء من البطالة، ان جزء انا من هعتبر البطالة، وانا عايز اللي ياخد الفكرة دي ان شاء الله حد يتبناها ما يشيلش معينه من على حاجة انا بسميها نقطة الصفر، ان انا اوفر للمعاق والارملة واليتيم والناس اللي هي ما عندهاش مهارات ومش متعلمة. هي دي نقطة الصفر بالنسبة لي، ان انا بعد كده اخلص الناس دي واقضي على بطالة الناس دي. ما انا وانت متعلمين، احنا ممكن نوجد فرصة لنفسينا، لكن في واحد مش متعلم، جهاز التعبئة والإحصاء قال في 10 مليون أم في مصر، مين هيساعدهم؟ واحد معاق عمل حادثة، مين هيساعده هيوفر له وظيفة؟ طيب هنروح بس الفاصل كده صغير اتفضل. وهنرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا بس من هنا طبعا ببلغ طبعا سلامي والف سلامة طبعا على اتنين من اعداد برنامج هو المجتمع. الاول هو ابراهيم حسن، الف سلامة على حضرتك طبعا الحادث البسيط اللي حصل ليك النهارده. التاني الاستاذ سامح الجبيلي، طبعا الف سلامة عليك من هنا من برنامج هو المجتمع. وهرجع لحضرتك تاني يا كريم. ايه تاني يا فندم من ضمن الاهداف بتاع القطاع الرابع للاعمال؟ احنا بس عايزين نقول برضو انا وفرت كام فرصة عمل في السنتر التعليمي. وفرنا 20 في القمامة والنظافة، وفرنا 30 في الحضانة، وبإذن الله نوفر 30 تانيين في السنتر التعليمي. يعني كده احنا بنتكلم في 80 فرصة عمل جوه الشارع. الفكرة اللي جاية كانت عبارة عن عيادة فيها 24 ساعة دكتور باطنة و24 ساعة أطفال، على قد إمكانياته وعلى قد تفكير، هو ده اللي أنا هقدر أوفره برضو بنفس المبدأ اللي هو الاشتراك المدفوع شهريا، حاجة رمزية بتدفع. برضو بنحسب الحسبة هنتكلف كام، هنأجر شقة بكام، هندفع للدكتور كام مرتب ونعينه. لكن الفكرة دي مع اللي حاصل اتغيرت، هو أنا عقلي مرن بغير الفكرة. فسبحان الله دلوقتي أنا ربنا رزقني بفكرة تاني، هو وضع جهاز تحاليل في كل شارع بحيث ان المواطنين يحللوا. انا لو اعرف اقدم امكانيات ان المواطن يحلل كل يوم ونحصر الناس المصابه وخلاص الموضوع هينتهي. طبعا رقم التواصل هيكون قدامكم ان شاء الله، لو حب حد يتواصل معانا ان شاء الله هيبقى قدامكم على الشاشه. طب بص لقدام بقى، وجود نفس هذا الجهاز وتحليل انت كمواطن كل شهر، ايه اللي هيحصل لما انت تحلل كل شهر؟ انت مش هتحتاج لمستشفيات، انت بمجرد اصابتك باي حاجه هتعدي على الدكتور هيديك الروجيتا هتنزل
الأجزخانة تجيب العلاج، هيأثر على عمر البني آدم عموما، هيزيد. ما انت تعيش حياة صحية، كل شهر انا بحلل. في المشروعات دي جيم في داخل كل شارع. طبعا الجيم انا يعتبر من اخر المشروعات، لان هو بيحتاج تحقيق ان القطاع الرابع ده يحقق ارباح او الشارع يحقق ارباح. اتكلمنا بعد التعليم كده، دخلنا في الصحة. دخلنا في الصحة. المفروض ان تمام. احنا كان في 6 دكاترة مثلا وثلاث موظفين ريسبشن وثلاثة عمال نظافة، فدي برضو عدد لا يستهان به في العيادة، ان انت بتوفر حوالي 12 وظيفة من داخل الشارع لخدمة اهل الشارع. لكن هي تحولت لمركز تحاليل، او انا وجهة نظري ورأيي المتواضع ان هو يبقى جهاز تحليل في كل شارع، والمواطنين بصفة دورية يحللوا من الشارع شهريا. نخش على فكرة المواصلات، وهنا في فكرة تاني. طيب قبل ما ندخل بس في الفكرة برضو، معلش، معانا الأستاذ عبد الناصر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يكرم عليك يا باشا. اتفضل يا أستاذ عبد الناصر. البطاقة بتاعت الرقم القومي بتاعتي انتهت. تمام يا فندم. فرحت عشان أجدد البطاقة، قالوا لي هات الرقم القومي. تمام. هات رقم تأميني. رحت التأمينات أجيب رقم تأميني. معايا يا باشا؟ مع حضرتك، مع حضرتك يا فندم. جيت اجيب الرقم التأميني، قالوا لي ده انت سواق. قلت لهم انا ماليش علاقه بالمرور نهائي. رحت ادوني جواب للمرور، المرور كتب لي ان انا لا ايه ماليش اي علاقه بالمرور. رحت بالتأمينات تاني، قالوا لي لا ده انت سواق. وقلت لهم انا راجل مشترك في نقابه البناء والاخشاب بقالي 27 سنه. لقيت ملف ليا في المرور ولا في التأمينات، ولا ملف سواقه، ولا ملف بناء واخشاب. انت حضرتك كام سنه؟ كام سنه يا حاج عبد الناصر؟ انا عندي 55 سنه يا باشا. ربنا يبارك في عمرك يا فندم. تمام. يعني انت رحت، يعني انت رايح تجدد البطاقه، رايح البطاقه نفسها مكتوب فيها ايه؟ المهنه. نعم يا باشا. المهنه نفسها مكتوب فيها ايه؟ البطاقه مكتوب فيها حداد مسلح. تمام. وفي تامين بتدفعه كل سنه؟ كنت بدفعه يعني كل سنه، وبدفعه لان كنت مسافر بدفعه. فطبعا خدت الورق كله قبل كده وبعته برضه لهم. ما مع يعني لا لقيته لا سواقه ولا لقيته في حداد. يقول لك المكتب كتب الورق بعتها لك. انت حضرتك كنت بعت لنا الصور ديت يا فندم؟ كنت حضرتك كنت بعت الصور؟ عندنا تمام بالمكتب الاسم بتاع نهائي. يعني هم قالوا لك ان انت سواق وانت اساسا ما توجهتش للمرور وما حصلتش على اي رخصه قبل كده؟ لا يا باشا ماليش اي علاقه بالمرور، وجبت خطاب من هناك من عندهم بكده مكتوب. هو كده كده معانا على الشاشه طبعا الصور اللي حضرتك بعتها لنا على البرنامج. يعني انا جبت خطاب من المرور ان انا ماليش علاقه بالمرور نهائي. انت حضرتك دلوقتي ايه اللي انت محتاجه يا باشمهندس؟ اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا ماشي، رحت دفعت غرامه وطلعت بضاعه بدون عمل، والتامينات بتاعت البناء والاخشاب 27 سنه راحت علي، ولا ليا ملف السواقه، ولا ليا ملف تامينات، لا سواقه ولا اي حاجه ثانيه، ولا اللي انا مشترك فيه. طيب بتوجه صوتك، بتوجه صوتك لمين؟ للتامينات؟ وزير التامينات الاجتماعيه، ان انا عايز معاه زي اي مواطن مصري. تمام. انا طبعا قاعد من الشغل، حتى قدمت في العماله الغير منتظمه ما جابتش. رحت في الشكاوى الحكوميه قالوا له لا يستحق، هيجي لك رساله على التليفون. يعني مش عارف يعني اكلم مين يا باشا؟ انا راجل امي ما اعرفش اي حاجه، راجل عامل. طبعا احنا بنضم صوتنا لصوتك يا حاج عبد الناصر، وبنوجه طبعا نداء لوزير التامينات الاجتماعيه الحاج عبد الناصر. طبعا شكرا يا حاج عبد الناصر. طبعا هو بيتكلم ان هو كان رايح بدل فائد للبطاقه، قالوا له طبعا هات رقمك التاميني، راح يجيب الرقم التاميني، قالوا له ان انت سواق وهو حداد وبقى له 27 سنه بيدفع التامين بتاعه. فطبعا فوجئ ان هو مكتوب ان هو مطلع رخصه، وهو عمره ما طلع رخصه قبل كده. فطبعا عشان خاطر ياخد التأمين بتاعه المفروض ان هو كده راح عليه 27 سنة بيدفعها تأمين. فاحنا طبعا بنوجه طبعا شكرا، شكرا للحاج عبد الناصر. استاذ كريم اتفضل. انا عايز اخد الحاج عبد الناصر كفرصة والفت الانتباه لناس كتيرة زي كنموذج. الحاج عبد الناصر قد ايه القطاع بتكلم، هو حداد عنده 55 سنة، وامي قال انا امي قد ايه هو محتاج حاجه زي القطاع الرابع دوت. دلوقتي الناس الموظفين القطاع الرابع ده ممكن واحد يطلع له الفكره ويعملها في شارعه، لكن انت هتامن على الناس دي ازاي؟ تضمن لهم مستقبلهم ازاي؟ محتاجين حد يعني يرعانا، يعمل لنا نظام تاميني. ما مين اللي هيعمل الكلام ده؟
مين اللي هيبص للناس دي؟ ما لازم الحكومه برضه. انا يعني عايز الفت نظر الناس العاديه الحاجة. يعني من ضمن الافكار بتاعت حضرتك حاجه، انا نموذج زي الحاجة هنعمل ورشه ده في الاخر. يعني انا في الاخر خالص اقول لك ان في ورشه نجاره وفي ورشه حداده وفي حاجات تانية. هو بيتكلم ان هو 55 سنه، فمن حقه بقى ان هو يرتاح. تأمين. من حقه ان هو يرتاح، ومن حقه ان هو تامين، والدوله توفر له تامين. لكن في ناس كتيره زي الحاج عبد الناصر مش متامن عليهم، وشغالين باليوميه، مستقبلهم لو لا قدر الله حصل له حادثه او حاجه، طب اهل بيته دول هيعيشوا ازاي؟ هيكملوا ازاي؟ لو عامل تكييف وقع وهو بيركب التكييف وتوفاه الله، اهل بيته هيصرفوا منه ازاي وهو مش متامن عليه؟ طيب معانا اتصال طبعا الاستاذ احمد من القليوبيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد. الو استاذ احمد. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك يا فندم استاذ احمد، اتفضل. ايوه يا فندم. يا استاذ عمر. اتفضل يا فندم. الله يخليك بعد اذن حضرتك. انا كنت مقدم على الموضوع بتاع الكارنيه بتاع العجز، بتاع العجز بتاعي. كارنيه العجز، تمام. وبعدين في نفس الوقت معايا مرات ابني برضو عجزه. ومعايا الاستاذه هنا برضو موجوده معايا معوقه ذهنيه. وبعدين احنا بنناشد نيفين القباح، قباح اللي هي بتاعت وزاره التضامن. تمام، وزيره التضامن الاجتماعي. فطبعا مش عايزين يطلعوا لي الكارنيه. طب ايه السبب يا فندم؟ مش عايزين يطلعوا ليه؟ مش عايزين يطلعوا ليه؟ مش عايزين يطلعوا يا فندم. بيقول لك انت اكتر من 50 سنه وما ينفعش، واي حاجه انت هتحتاجها لو موتوسيكل اي حاجه مش هعرف اجيبه، لان القانون هم لغوه ما عرفش ليه. معلش يا حاج احمد، انت الاعاقه عند حضرتك فين؟ بايديا يا فندم. تمام. طيب هو الكارنيه نفسه كان معاك واتسحب، ولا هو انت ما طلعلكش كارنيه خالص؟ هو ما اتسحبش، هو معايا بس بيقول لك اتلغى. وانا رحت يوم الخميس امبارح وقدمت في السحب والتأهيل المهني، والتأهيل المهني يقول لي لسه في شهر 11 عشان نعمل لك الحاجه اللي زي دي. انا مش عارف اعمل ايه. طيب هم قالوا لحضرتك ان انت مرحله ثانيه يا فندم؟ ايوه يا فندم، هم قالوا لي مرحله ثانيه وانا فادتني في الاولانيه. ما انا رحت في الاولانيه ورحت في الثانيه. طيب هم... انا عشان كده يا فندم، عشان كده يا حاج احمد انا سالت حضرتك، قلت لك هي الاصابه فين؟ فهو في اولويه مثلا، في اولويه للنظر في البدايه، وفي اولويه لحاجات ثانيه، فممكن يكون هم مأجلين حضرتك للمرحله الثانيه. فهم طالما قالوا لحضرتك ان هو في شهر 11، فاحنا يعني احنا برضو ان شاء الله باذن الله هنسعى ان احنا نوصل صوتك، وفي نفس الوقت ان احنا ننتظر برضو لشهر 11 ان شاء الله باذن الله. يا فندم انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على ان مرات ابني مخلوقه بايد واحد. تمام. والتاني عندها اعاقه ذهنيه، اعمل ايه؟ اروح فين واجي منين؟ طبعا احنا بنوجه طبعا رساله حضرتك لوزيره التضامن الاجتماعي. شكرا. شكرا يا حاج احمد. اتفضل. راجل برضه زي الحاج احمد، مين هيوفر له وظيفه؟ مين هيوفر له؟ الدوله دلوقتي جدعه معانا بصراحه، جدعه بتوفر مثلا الاعانه الشهريه دلوقتي بتاع كورونا 500 جنيه، لكن هل الافضل ان انت تاكلني سمكه ولا تعلمني الصيد؟ ما المشكله ان ال 500 جنيه الحاج عبد الناصر بيقول لك ان انا قدمت عليه على الرغم ان هو ليه تامين، ومفروض ان التامين يقف معاه. اترفض على اساس ان هو معمول ان هو سائق، ان هو سواق، وبالتالي سواق يبقى ليه تامين، فاي حد ليه تامين مش يعني ما يحصلش على ال 500 جنيه، على الرغم ان في ناس ثانيه واصحاب ابراج وحصلت على ال 500 جنيه. ثغره في النظام. دي ثغرات في النظام، في اي نظام ربنا هو الكامل، هو اللي بيخلق الحاجه كامله، لكن اي بني ادم هيخلق حاجه اكيد ناقصه. وهو انا برضو شايف ان القطاع الرابع ده هو يد العون اللي الناس اللي فوق تمد ايديها للناس اللي تحت. يمكن ربنا وهبنا ورزقنا الفكره دي عشان خاطر الناس دي، هي الناس فعلا فوق، والله العظيم يا جماعه الناس فوق عايزه تساعدنا. زمان كنا بنقول يا عمر يوم الحكومه بسنه، صح؟ دلوقتي انت عندك كوبري اتبنى في منطقتك وكوبري اتبنى في منطقتي في شهرين ثلاثه، صح؟ صح. احنا يمكن ما بنشوفش المدن الجديده او الحاجات اللي بعيده عن عينينا، لكن دلوقتي لا، دلوقتي لا، يوم الحكومه ما بقاش بسنه، دلوقتي الكوبري بيتبني في شهرين بدل ما ياخد سنتين بصراحه. في اخطاء، في ثغرات، وفي تقصير، ماشي، مع كل بني ادم احنا بني ادمين مخطئين. المعاق، انا مثلا فكره المواصلات اللي انا داخل عليها دي، اتمنى ان الدوله هنا، انا لو الدوله ما دعمتنيش، لو انا هبدا الفكره دي هبداها بتوك توك في الشارع، برضه هجيب اشتراك من كل شقه. بس هنا في حاجه، انا هوفر لك 50% من قيمه الخدمه السوقيه اللي انت بتدفعها. يعني ايه؟
لو انا جيت لك ليك ولاسرتك اللي هم الخمس افراد وقلت لك هات 100 جنيه بس، هلم نفسك 50,000 جنيه، هجيب توك توك مثلا ب 30، هيبقى معايا 20. هعين ثلاث شباب. احنا عندنا مشكله في التوك توك امنيه، صح ان الناس دي بتبقى بلطجيه وحراميه والكلام ده، مش الكل طبعا، مش الكل، اه طبعا مش كل، في ناس محترمه جدا، لكن هل انت هتعين حد مش محترم عشان يسوق لك التوك توك بتاعك يوصل مراتك وبنتك؟ اكيد لا. الشاب اللي هيسوق التوك توك دوت وليه مرتب هيبقى معروف بيته فين. ما ينفعش نبدل التوك توك ده بعربيه، اتمنى سوزوكي مثلا او الحكومه لو دعمتنا، مش هطلب توك توك، هطلب عربيه للمعاقين. في اصلا شركات العربيات بتصنع عربيات للمعاقين، طب ليه ما يبقاش انا مواصلات القطاع الرابع دي كلها تشغل كل المعاقين القادرين على القياده، لان هو هيقدر يوصلك برضو، بحيث ان انا اخلص بقى من نقطه الصفر اللي انا فيها، الناس المعاقين والناس اللي هي زي اللي كلمونا دول اللي الفرص بتاعتهم ضئيله، ناس اميه، ناس مش اصحاب حرفه. يعني الحاج عبد الناصر صاحب حرفه حداد يقدر ياكل عيش يوفر لنفسه فرصه، لكن المعاق البنت اللي مخلوقه بايد واحده دي مين اللي هيوفر لها فرصه؟ تمام. اوجد انا فرصه، انا افكر البشريه تفكر ازاي توجد لي دي. الازمه اللي احنا فيها دي انا عن رايي انا الشخصي ان ربنا بيختبرنا عشان نعدي، احنا كبشر ربنا رزقنا بالعقل، لازم نستفز عقولنا ونجيب العلماء ويعدوا بينا المرحله دي. يمكن ربنا عايز حاجه خير لينا، اكيد ربنا عايز الخير مش عايز الشر، لكن هي الفكره انت هتبدع ازاي، هتبتكر ازاي. لما انا خلينا في ابسط الامثله اللي هي التوك توك، هو انت دلوقتي عشان عملت سنتر تعليمي وعشان عملت حضانه وعشان عملت تسميلي الكلام ده قطاع رابع؟ لا، هو هيبقى قطاع رابع بس انا عارف ان هو افكار صغيره، لكن لما تدمج وتبص لقدام شويه هتلاقي لا، وهوريك ازاي بس اخلص الافكار. دلوقتي انا خدت ال 50، جبت اشتريت توك توك كاش ب 30، عينت ثلاث شباب كل شاب فيهم مثلا ب 2000، اتبقى معايا 14,000 جنيه 6,000 جنيه مرتبات. هتدفع 50% من القيمه السوقيه للاجره مقابل ايه؟ اولا انت الاشتراك اللي انت دفعته ده اللي جاب لك التوك توك ده ملكك للشارع، الشاب بياخد مرتب من ال 100 جنيه اللي انت بتشوفها دي، انما ال 50 هنفترض اجره التوك توك مثلا 5 جنيه، انت هتدفع 2 جنيه ونص ليك ولاسرتك. انت بتتكلم كمان في حل مشكله المواصلات الداخليه. الداخليه ليك ولاسرتك، هنفترض ان هو كارنيه او ابلكيشن، اتمنى طبعا يبقى في دعم وابلكيشنات وشغل الكتروني. انت هتركب التوك توك ده، خلي بالك في 16,000 جنيه مركونين على جنب، هتدفع نص 50% من القيمه السوقيه مقابل ايه؟ مقابل البنزين والزيت والهالك بتاع التوك توك. يعني تقصد لو انا هاخد مواصله ب 10 جنيه هدفع عندك 5 جنيه. 5 جنيه لان المواصله دي بتاعتك انت. فاهمني ازاي؟ اللي هو الهامش الربح او الربح نفسه خلاص مش هيبقى موجود لان هي تعتبر ملك. ملكي. انا حوشت 16,000، لما هجيب ال 50,000 التانيين اللي هو الاشتراك التاني بتاع كل شهر التاني، هجيب بقى 2 توك توك على التوك توك اللي عندي، بقى عندي 3 في الشارع. يمكن واحد في الاول وانا بقول الفكره بيقول لك يا عم ده انت عندك 2500 واحد في الشارع ازاي توك توك. انا اقصد فكرتك نفسها، بدل ما يكون توك توك ليه ما تكونش عربيه؟ ده اللي انا اقصده. ما هو ده بقى قدام، حتى لو ابتديت بتوك توك انت هتجيب عربيه، لان انت بعد الاكتفاء الذاتي من التوك توك انت هتفكر في الارباح اللي انت بتجيبها دي هتوديها فين. هجيب ميكروباص سوزوكي مثلا، بعدها هجيب عربيات مثلا الميكروباصات الكبيره الميني باصات، ومن ثم هتلاقي ان فعلا بقى في قطاع رابع لان الحي. طيب هنطلع بس فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم من جديد استاذ كريم. نكمل موضوع المواصلات كده، انت داخل على ان في كل المحافظه او في كل الحي في مواصلات للقطاع الرابع، تقدر ان انت بالاشتراك ده تركب مواصلات القطاع الرابع. الفكره اللي هي بتاعت جزء من الاشتراك وخصم 50% من القيمه السوقيه للسلعه او الخدمه اللي انت بتستهلكها دي، ممكن نعمل في الشارع كافي شوب، ممكن نعمل جيم، ممكن نعمل اي حاجه بهذه الفكره، ودي موجوده بس عشان الوقت فانا عايز بس. طب نراجع كده مع بعض المشاكل اللي ممكن نكون. كم واحد وظفناهم عمر لحد دلوقتي؟ وصلنا ل 100 وعدينا ال 100 صح؟ ده في كل شارع. في كل شارع حلينا مشاكل امن، حلينا مشاكل نظافه، حلينا خطوه على الاقل في مشكله التعليم، خطوه على الاقل في مشكله الصحه، على الاقل حد يدرس هذه الفكره. وانا حابب اوجه شكر للدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط على اهتمامها، وهي من اكتر الوزراء اللي هم نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها بحسابها الخاص بترد على اي شاب او اي حد عنده فكره او اي حد محتاج مساعده. طيب الافكار اللي انت حضرتك عرضتها عندنا قبل كده ايه اللي تم فيه؟ والله يا الدكتوره قالت لي يعني احنا هنتفاعل ويعني هنهتم وندرسها، لكن بصراحه انا ما حدش كلمني نظرا لوجود سلبيات لهذه الفكره برضه. عمر دلوقتي مين لما انت تقدم مستوى تعليمي جيد مين هيروح يدفع عشرات الالاف في مدرسه خاصه او
يروح يدفع في مستوى تعليم رديء في المدارس الحكوميه. طب ناخد اتصال. اتفضل. معانا عفاف من كفر الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا مدام عفاف؟ ايوه حضرتك، انا عفاف نور وحافظه كفر الشيخ مركز الحمول. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا والله العظيم ده بشتغل حاجه ولا داخل لي اي دخل ولا ارض ولا اي حاجه، وزوجي برضو شغال على رضا الله. انت حضرتك كام سنه يا مدام عفاف؟ انا 47 سنه. تمام. وزوج حضرتك كان شغال ايه طيب يا فندم؟ جوزي شغال باليوميه، ممكن يشتغل بواب شويه في الغيط شويه. طيب ما قدمتوش على مشروع تكافل وكرامه ده يا فندم؟ قدمت عليه 100 مره، كل مره يقولوا لي مرفوض، واقدم تظلم واقدم كل حاجه ويقولوا لي اخر مره. طب ايه سبب الرفض؟ والله مش عارفه، اخر مره 7/5 قالوا لي هات الورق تاني، جبته 7/5 وقالوا لي اسالي عليه، بعد 60 يوم رحت سالت عليه قالوا لي مرفوض. طيب طلب حضرتك ايه يا فندم؟ القبض ده هو بس لو تقدروا تعملوه لي بس. طيب احنا برضو ان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نساعد حضرتك يا مدام عفاف. شكرا شكرا لحضرتك يا فندم. في مشروع قومي قائم على اول فكره اللي هي النظافه وجمع القمامه. انا لما اسيطر على القمامه انا كده اقدر اعمل اعاده تدوير القمامه للمناطق السكنيه او للشقق. وفعلا الدوله سياده الرئيس اوصى الدوله ان هي تعمل ده على مستوى الدوله، اعاده تدوير المخلفات. طب ما انا دلوقتي مسيطر ده في الفتره اللي فاتت. تم تنفيذه. طب ما انا اقدر اساعد ان انا هو دلوقتي هيشتغل على ايه؟ على قمامه الشركات والقرى السياحيه وكده. لا انا عايز اشتغل حتى على الـ السكنيه ووفر دخل وعدد وظائف للناس اللي هي انت قلت لي قطعوا عيشها. ما انا دلوقتي ما قطعتش عيش البواب بس، الناس اللي بتفرز القمامه في الشارع دي اتقطع عيشها. انفذ هذا المشروع داخل القطاع الرابع لفائده لاستفاده القطاع الرابع. عايزين نلفت انتباه كل الناس اللي كلمتنا النهارده، هي فعلا محتاجين للافكار دي. ناس ما عندهمش مهارات، ناس كبيره في السن محتاجين شغل. مش احنا بس اللي مش قادرين نوصل لهم، لا ده العالم كله، العالم كله فيه مشردين، حتى في امريكا وبريطانيا المملكه المتحده. جيسون ستيسم الممثل عمل مره فيلم كان عايش في كرتونه في الشارع. طب ليه القطاع الرابع ده محدش يدرسه من الاقتصاديين؟ مش انا بس حتى اللي جالي الفكره دي. في دكاتره في جامعه هارفورد جالهم فكره الربح الاجتماعي. احنا ما حققناش من ورا بعض في القطاع الرابع ربح مادي. لا احنا نهضنا مجتمعنا، قدرنا ان احنا نتغلب على مشاكل بنواجهها بقالنا عشرات السنين مش قادرين نتغلب عليها، علينا من قدرنا بس. صح اعمار الارض اللي هو ربنا خلقنا عشان انا عشان الوقت يعني شوف لو في عندك اسئله بقى. طيب انت بقى ايه الرساله والمين حابب ان توجهها؟ طبعا في النهايه انا حابب لان انا شايف ان الدكتوره هاله السعيد هي الجندي المجهول في الحكومه دلوقتي. هي بتقوم بادوار وتدريب لناس كتيره وبتساعد ناس كتيره، لكن ما عندهاش حاجه ملموسه زي وزير الاسكان او وزير النقل. ده كوبري انا اقدر المسه، ده عماره او كومباوند اتبنى انا اقدر المسه، لكن انا شايف ان هي انسب شخصيه لتنفيذ هذا المشروع او على الاقل تنفيذه. هي بتاعه التخطيط، هي ايديها في كل حاجه. وزيره التخطيط ديت كل حاجه بتحصل في البلد اقتصاديه هي مشرفه عليها. طيب الاوراق الخاصه بالفكره بتاعت حضرتك دي بعتها لها؟ هي مجرد فيديوهات على اليوتيوب. ما اظنش ان مش عارف في حد طلع عليها او لا. انا هو يعني جالي منها من صفحتها الشخصيه ان هي هتهتم بالموضوع، لكن ما فيش رد بعد كده. يمكن الموضوع محل دراسه او اترفض. لكن انا هقول لحضرتك هو ممكن يترفض ليه؟ لان فعلا حضرتك مش هتروح تعلم ابنك في مدرسه حكومي او هتركب مواصلات حكوميه او قطاع خاص نظرا لوجود هذا القطاع اللي هيؤدي الى بص بقى خفض الاسعار. تقدمت خدمات ممتازه باسعار قليله، فانت القطاع الرابع ده اذا نشا منافس جديد في السوق هينافس الحكومه والقطاع الخاص هيقلل الاسعار. رفع الحد الادنى للمرتبات. اي شاب دلوقتي لما مش هيروح يشتغل هيشتغل في شارعه، فعشان الحكومه او القطاع الخاص يجي يقول له تعالى اشتغل معايا هيغريب المال بمرتب اعلى من المرتب اللي هو بياخده. صح؟ تمام. انا خلقت منافس اقتصادي جديد قوي. يمكن هم هي مشكله سهله الحل. ما انا بقول انا محتاج الحكومه. طيب واحنا برضو من هنا من برنامج هو المجتمع صوتنا طبعا بنضم لصوتك يا استاذ كريم، ويمكن للمره الثالثه ده اللقاء الثالث. انا حابب اشكرك انت شخصيا ان انت لسه عندك امل في المشروع، وامبارح مكالمتك بصراحه اثرت فيا، ويمكن انا اذا شخصيا فقدت الامل يعني. انت قلتها لي امبارح لكن انت عندك امل، فانت بصراحه سبب عند رب يعني سبب ربنا خلقه ليا ان انا اجي تاني مره وتديني ساعه على الهواء، ودي ثالث مره يا جماعه. انا بحب اشكر الاستاذ عمر
واشكر ربنا برضو اللي رزقني بهذه الافكار. انا مجرد شاب عادي جدا، هو ربنا اللي رزقني بالافكار دي، وان شاء الله باذن الله هنتقابل معاك لما يتم تحقيق ان شاء الله باذن الله. اتمنى يا رب يا رب ويجعله في ميزان حسناتنا طبعاً باذن الله. بشكرك جدا يا كريم. العفو العفو. طبعا احنا ده كان يمكن من ضمن اهداف برنامج هو المجتمع، ان لو عند حضرتك اي فكره حابب ان احنا نوجهها تفيد المجتمع ان شاء الله هتلاقينا في ظهرك باذن الله، وارقامنا موجوده على الشاشه لو حابين ان انتوا ترسلونا. يمكن كل الاتصالات اللي بتجينا دي بتجينا برضو عن طريق صفحه البرنامج. وطبعا بشكركم جدا جدا جدا، واحنا ان شاء الله باذن الله بنحاول ان احنا نسعى ان احنا نكون لنا هدف على ارض الواقع في برنامج هو المجتمع. طبعا ارجو من حضراتكم ان انتوا قد تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، ان شاء الله على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.